قبل 4 أعوام كانت هذه اللحظات الأولى لانطلاق قناة يو تي في، قناة زاوجت بين المنصات الحديثة والتقليدية بمعايير البحث والحقيقة والدقة والتوازن لتضمن حق الجمهور في المعلومة والتحليل. فراغ وركود أرادت يو تي في كسره بما يليق بالعراق بالشكل وطبيعة التناول. يو تي في تقدم نشرات إخبارية تغطي أحداث العراق وقصصه، إذ يريدنا الحدث من شبكة المراسلين وأجهزة البث المتأهبة بكل المدن أو الوكالات الرصينة وكذلك الصحافة الأجنبية. الدقة لدى يو تي في أولوية، وغرفة الأخبار تنضج الحدث على نار هادئة وتتحراه قبل أن تبث لجمهورها. وعلى الرغم من التحديات التي يعيشها العراق، يعمل فريق الصحفيين في بيئة محفوفة بالمخاطر وينفردون باقتناص حكايات مميزة ليرفدوا نشراتنا بأخبار خاصة لم يرها الجمهور هكذا إلا مع يو تي في. والخبر لا يتوقف في يو تي في عند هذا الحد، فبرامجنا السياسية اليومية تغوص في عمقه وتبحث مآلاته من خلال حوارات تقدمها نخبة الخبراء ويديرها نجوم التقديم التلفزيوني. للمقابلات واللقاءات الخاصة مساحة أيضا في برامجنا السياسية عبر حوارات خاصة واستثنائية وشهادات تاريخية تأخذ الحقيقة من أفواه من كانوا جزءا من الحدث. ونبدأ كل صباح برفقتكم في رحلة مشوقة وتنوع القصص والمواضيع المميزة ضمن برنامجنا اليومي صباحكم، ونحرص على تقديم محتوى يلامس اهتمامات واحتياجات شريحة الشباب، فنقدم لكم تغطية مميزة للحظات الرياضية في هاتريك، ونستعرض أبرز البطولات بأسلوب مختلف ومشوق. أما برامج الطبخ في قائمتنا فتتألق بأفكارها اللذيذة والمبتكرة لتضفي طعما مميزا في يومكم. وكل أسبوع نستمع لآرائكم في برنامج يو مايك، ونلقي نظرة على أبرز ما جاء في الصحافة العالمية والتقارير الدولية في برنامج أنت والعالم. أنت محور يو تي في ومركز اهتمامها، حيث لم تدخر جهدا لكسب المشاهد، الشاهد والشريك، محققة طفرات متتالية. دار ذلك مع المنافسة في عالم الدراما من خلال مسلسلات وأعمال من واقع المجتمع وشبابه الشريحة الأوسع. يو تي في بعد 4 سنوات نقطة تحول في فضاء الإعلام، وتسير إلى جانب طموح إدارتها الشابة التي تريد صورة نوعية ووطنية تليق ببلاد الرافدين. ومن الكواليس في غرف التحكم هذه تنطلق رحلة البث إلى العالم، إذ يضمن جنود مجهولون وصول ما يراه المشاهد على الشاشة باستخدام أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة، تنقل بأسلوب عرض لم يدخل الخدمة في أي استوديو عراقي بعد، في صورة كونها ورسمها فريق الإبداع ضمن هوية يو تي في البصرية. أما فريق التواصل الاجتماعي فيتولى مهمة ربط الشاشة بالجمهور على مدار الساعة عبر منصات النشر الرقمي وتطبيق يو تي في، إذ ينشر المقاطع والأخبار ومضة سريعة الواحدة والأخرى، ويقدمها بهوية حديثة ومحتوى نوعي عالي الجودة والدقة.